السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. ما بدنا نحكي ولا كلمة كثير بالمقدمة، بس نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حط لنا لايك ورقم اللايك بالتعليقات، وتعالنا نروح نشتري علف ونفرجيكم الخلطة اللي بنخلطها. خليكم معانا وتابعوا المقطع. طبعا يا أخوان اليوم أنا بمحل العلف، بدي أفرجيكم الأعلاف اللي بجيبها والخلطة اللي بخلطها على إيدي. هاي طبعا للزق وللفراخ. طبعا إحنا هون بمحلات الرائد الحبوب والاعلاف، طبعا زلمه محترم جدا وشغله نظيف نظيف يعني مصداقيه. هات والله نشوف ايش درت هون. الذره البيضاء سوريه تحتيها البيقه البيقه. الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هسه القمح وراه، قمح بلدي. يا اخوان الخلطة انا بقطع ايدي كل شيء بلدي، ما بجيب اي شيء يعني الذرة السورية. طلع بالصلاة على النبي. وبرضه البيقة. هسه خلينا افرجيكم برضه شو القمح وباقي الخلطة. طبعا هي القمح برضه، طلعوا قمح بلدي. هاي عصفر، هاي الصفرة نص شوال، وهاي الصفرة حبتها الصغيرة. يا اخوان هون بخلط لك اللي بدك اياه، يعني ايش ما بدك بخلط لك علف، الكميات اللي بدك اياها، الامور اللي بدك اياها كلها بيعبي لك اياهم شوالات، بخلطهم بشكل ممتاز، بغلف لك اياهم، ببكت لك اياهم، بحط لك بالسياره وبضلك طالع. طبعا يعني انا بقول لك صلي سنين بتعامل بالمحل هذا، الصلاه على سيدنا محمد. تاخذ علف نخب، علف نظيف، علف جديد، اموره 100 100. طلع الياسه نخلطها منيح ونرجع اشوف نعبيها شوالات. طيب يا اخوان انا يا بجوز بالشهر بخلط مرتين باجي عندك بالشهر بخلط، واحيانا اكثر. يعني مرتين ثلاث باجي بخلط زيك، لانه ما شاء الله احنا عندنا اجواز الانتاج كثير، وبرضه بطعميها للفراخ وللحمام بشكل عام، للسطح، لانه خلطه نظيفه. فبتلاقيني بخلط كميات زي هاي، يعني هدول تقريبا فيهم اللهم 4-5 شوالات، 100 100 وشوي، 100 كيلو 100 كيلو 100 وشوي. طلع ما شاء الله. طبعا هيك بيعبيهم بعد ما يخلط من فوق، تعبوا زي هيك بالبرميل. هاي من فوق بنزل بدون محدود البرميل، وبنزل بيعبي بالشوال، بعدين بخيطه بظبط الموضوع. هيك بخيطه، خيط الشوال اموره تمام، بروح على السياره مباشره. طبعا تعال اخذك جوا على المحل. طبعا المحل يا اخوان يعني ما شاء الله فيه كل شيء، كل انواع الخلطات، يعني حتى انت بدك اشي جاهز موجود، يعني بدك خلطات جاهزه برضه كلها موجوده. يعني هي هون مثلا العصفر لحال، الذره البيضاء مثلا، هاي الذره بيضاء سوريه مثلا، هاي الذره بيضاء ارخص تجي في يوميه، انواع خلطات متنوعه. بقول لك انت بدك اشي جاهز موجود، ما شاء الله الشوالات جاهزة كلها. طلع ما شاء الله اي شيء انت بدك اياه، بدك انت برضه تخلط برضه ما شاء الله بخلط لك. فبتلاقي حتى يعني اكل العصافير موجود، يعني كل شيء اعلاف عمرك ما شفتها بتلاقيها هون، اعلاف عمرك ما شفتها بتلاقيها هون. اي الماش برضه، الماش اخوان هذا رهيب، الماش للحمام رهيب جدا جدا مفيد، يعني كل شيء متوفر عنده بالمحل. فانا يعني هون برتاح كثير. ناس انا بس قالت لي يا اخوان منين بتجيب العلف، شو بتعمل كذا، صولنا مقطع، يعني اعطيناكم مقطع بسيط عن المكان اللي بشتري منه علف، وشو بخلط وشو بسوي وشو بعمل بالضبط. يعني انا من النوع اللي يعني بحب اخلط الخلطه على ايدي،
مع انه في جاهز يعني، هاي برضو بلديه خلطه بلديه، وهاي مثلا بلديه بش مغربله يعني ما شاء الله عليها. هاي اخواني عبينا الشوالات، عبيناهم في تحت في فوق، وهي في الكرسي الخلفي عبيناهم، خلنا الحاسب عليهم بس امين علي كيف، ونضلنا طالعين على السطح. طبعا يا اخوان وصلت السطح، جبنا العلف، جبنا العلفات، طلعنا على السطح. طبعا طلع حطيت لهم هسه مي مع خل التفاح الطبيعي، ركز على الطبيعي، طبيعي احسن من الصناعي بمراحل جدا واكثر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليهم هسه الدنيا كثير حم، انا من الصبح مطلعهم، رحت جبت العلف. طلع هذا الكشكي قاعد بفك مزاهير على كتفه، طلع كشكي مزهورات عندنا مرتب، يعني الاهالي شايلين دم مبدئيا. الريحان الثاني ريحته بالغرفه ما فيه شيء، بس هزلان نوعا ما. طبعا انا ما عمري حممتهم، بس عشان الدنيا كثير حم حطيت لهم خل التفاح، منيح للامعاء، منيح للريش، منيح اذا فيهم حشرات، منيح اذا فيهم فاش، بيساعدهم كل الفراخ. الفراخ المريضه اللي هون شلتها من المطير بحيث اني اهتم فيها اكثر واحسن. هاي الفراخ المفطومه هاي كلها مفطمه جديد. هاي الريحاني الريحاني قاعد فوق من المعلف. طبعا هذول اهاليه يعني، هو بالاصل هذول اهاليه. هاي اخوه برضه، هذا في له اخو. الفراخ هاي التعبانه كلها حطيتهم، هذا كبير البوز الاقطش الكبير، عندك السكسفون وعندك المطوق. الباقي في اشياء صحصحت رجعتها، وفي عندك النحاسي توفاه الله، النحاسي توفاه الله. هذول بتبستات تعون ابو شهم مريحات. في عندك المطوق الازرق، هذا المطوق الازرق برضه، هذا هذا اللي كان مريض طلع بالصلاه على سيدنا محمد، صح صح واموره تمام. اخوه هيو برضه يعني لسه تعبان، بس بنعالج فيه ان شاء الله بتعالج. فرخ السكسفون اللي جوا اخوه الكبير هذا، هيو قاعد باكل قتله من الدراجون، فاهم كيف؟ والامور شو مال رجلك ولا انت؟ هذا كان يا اخوان ميت، هذا كان طلع بالصلاه على النبي، ما طلع طلع بس الكورفيلي. هذا لسه فرخ يا اخوان بصاصي. تعال انزل 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 تحت، انزل تحت، طلع طلع الكورفيلي تاعته، طلع اللون، طلع الحباك، مرسوم رسم. هذا يا اخوان لسه فرخ بصاصي، ادعوا لنا يا رب يخلف عنا وتشوفوه ان شاء الله. طبعا الجوز الاهالي تاعونا ما يوم هون، ما بعرف مريحه الطيره مش راضي تبيض. هاي الاماي ان شاء الله بتبيض امورها تمام. تعال نرجع على السطح نشوفهم ايش. حدا تجرأ وتحمم ولا قاعدين؟ هذول ما عمرهم بيتحمموا ولا بعرف شو اسمه حمام. لا بنحب نقول لكم قاعدين. طيب استنى شوي. تعال. لعب لهم بالمي هيك. خليهم يكتشفوا انه فيه مي. طبعا انا يا اخوان زي ما قلت لكم الفراخ كل ما شاء الله يعني من احسن لاحسن. خلينا نطلع طلع هذول. طيب بس هيك صفرة خفيفة مع رفعة ايد بتلاقيهم ايش؟ كله لعيدك، تعطيني حم ما بديهم يطيروا كتير. طبعا بلشوا الامور احسن يمسكوا مع بعض. طبعا من الصبح بفزفزوا يعني، انا لما جيت لقيتهم فزات هم. طلعت شو اللي فسد هناك؟ لا 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 والله زعلتني على فكره، في شيء هناك بلدي مش معي، بس اللي فسد الريحاني والله زعلتني يا الريحاني. اخس عليك ما توقعتها منك. طيب هسه خليهم يحطوا هذول المصاري. الدنيا حم والله، انا طالع مسود براس الحمام ماشي. براس الحمام ماشي اللي مسوي. انا قاعد تخبيت بالفي هون للامانه مش قادر يعني. هاي الكشكي جاي، هاي اجى حط الكشكي. بس الريحاني اول مره بشوفه بيفسد. اخس عليك، هاي السكسفوني الاحمر احلى سكسفوني. طب ايش بالنسبه للباقي يعني؟ بمشي يحطه
هاي الكشمير العبايجة، هاي المزهرة، هاي المسود، المسود. الله 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 الله. الرفصة اللي هون نزل، هاي البوز تطيروا العرصات، بدهم يطيروا. أنا نفسي انسطلت من الشمس، هاي الهرم إجا. طب الصلاة على سيدنا محمد يا إخوان، بديش أنا أخلع عين، أنا بخلع وأنا صاحبه وراح أخلع عين. الشكل الأصفر ما شاء الله عليه، يعني من آخر الطيور اللي بتحط، يعني بضلوا مع الزواجل، يعني على آخر شيء بضلوا الزواجل. هو طلع هي طلع بضلوا معاهم، يعني طلع حتى الكشامل، حتى في من الزواجل المزاهير، هاي المزاهير على فكرة الأغلب حط هون ورا، كله حط، يعني بضل هو بالآخر، يعني ما شاء الله عليه. بس انا عرفت ليش الريحان فسد، في بلدي جنبه، هي هو البلدي، وقاعد مع البلديات يا ابو البلديات. ماشي طلع ان شاء الله، هي الشمس بعيني شايف انا زينك مصورهم صح ولا لا. عليو مش عارف اذا مبينات، هم اربعه يعني، زاج الابيض وزاج ال زاجلين زاجلين زرق وزاج الابيض، وفي عندك ايش الشكلي معه. الحمام بطرح علي الشكل جاي، الشكل جاي، الشكل جاي، ان شاء الله عليه. الفرق بس ان شاء الله اليوم، انا اليوم هسه بركي نزلوا تحمموا. طبعا انا يا اخوان رحت قعدت بغرفه الانتاج، طلعت لقيت في اشي بكركع، ها بلشوا يتحمموا. يا عيني يا سلام، ايوه هيك نعنش، روق انت وياه، خربنا الحمام تاعهم. هسك سفو مطوق بشكل مطوق زي الصوص الممعوط صار ولا. طبعا يا اخواني الجو كتير حامي، والمي فيها خل التفاح الطبيعي زي ما قلت لكم ممتاز جدا للطيور، خاص بهذا الوقت، يعني حتى لما يكون في الطير من العلف من الاشياء فيه اشي بامعائه بنظف الامعاء بضبط الامور، في اشياء متحمم وطالعة فوق. طيب يلا احنا على فكرة يعني انا عكرت مزاجهم، والله عكرت مزاجهم. ايوه يا سكسفوني كيف سرويله صار وديله كانت الصوت طلق صار. طيب والله انا بصوره مش شايف الشمس بنص عيني، الشمس جدا قويه يعني فوق ما تتصور، اليوم حم حم يعني حم قوي. طيب يا اخوان جلطات شكله شكله يضحك يا اخوان. الفرخ لما يتحمم مصيبه، مش زي الكبير، الكبير غير، الكبير يعني بتشعتل شوي بس بضل منظره حلو، الفرخ بتبهدل بصير منظره زي الصوص. هذا 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 مش طبيعي، بديش اقرب عليه اعكر مزاجه، خلاص خليه رايق ومتحمس. طيب هاي زبط زبط، نافش حاله نافش حاله نافش، تعال ايه فيك حل تطلع، والله فيه حل يطلع، والله فيه حل يطلع. يلا يلا انفض 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 النفضه هاي، انفض انفض ما عليك معاك انا، خليهم يكملوا حمامهم، عكرنا عليهم مزاجهم. هسه بس يخلصوا صور لكم اياهم. طبعا يا اخوان حاليا انا بغرفه الانتاج بدها تنظيف، نظفت بعض الجنون، مناخيري سكرت، دول ريحني ما بيعرفش الفحل يكبس جوا، فبطلعه دائما زي هيك بطلعه برا بحيث انه يكبس طلطه. طبعا الطير يا اخوان جديد طابت، كانت مريضه يعني مستويه، جديد طابت طلعوا برا زي هيك، بقعد يتهبلوا على الجنون. هسه انا سايب الفراغ برا، اخذت الحمام واموره تمام ومطلع هدول. حلو فيه بيكبس برا اموره تمام، بس حطه جوا الجن خلص ما بيكبس، سبحان الله. فدائما بطلعه برا يكبس وبحضن بيضه، لان هذا يا اخوان اكثر فحل عندي بكسر بيض هو الطيره.
فالاثنين اغبى من بعض، حتطلم صحنين وحتطلم بيض بلاستيك على الفاضي، بضلهم يتقاتلوا مين بده يقعد على البيض الاصلي. هسه طبعا ننظف الغرفه هاي، اني طلعت شوي بعض الجواز فوسخت الارض، حتى كبولي الخلاخيل طلعتها، كبولي هاي كبولي اياهم. نعطيها تنظيف، طبعا المعقمات ديتول، برضو معقم هنا مع ريحه حلوه يطلع للغرفه، برضو هاي البخاخات معقمات بحيث نعقم الغرفه الارضيه وكل شيء. يعني انا اول باول هاي الريحانة طبعا قلت لكم تعبان قاعد هسه على اعطيته دواء، بس منيح اموره، يعني مش انه بخوف وضعه، منيح. وهي باقي الفراخ المفطومه، هسه ما حد يجي يقول لي هذا بيعدي هدول، عارف هاي السلف انا تاركه بعدين بفصله، يعني بخليهم اول شيء وانا قاعد معهم، لانه يعني اصلا هذا كان مع الفراخ اللي برا، كان مع الفراخ اللي برا وريحته. يعني زي هيك هون، هذا هون يعني من قسم الاي سي يو نقلناهم للعنايه الحثيثه، هون مش العنايه المشدده. طيب المطوق صح صح شوي، السكسفوني قاعد بنازع، والبواق اذا اخوان البواق من اول ما انتجتهم والله العظيم هم مرضه، صار بواقي السته وهم سبحان الله مرضه، خلاص مش راضين يطيبوا، ما بعرف ليش. هاي العلف اللي جبناه طبعا طلعته، كسر ظهره وانا اطلع فيه. ايش ان شفتوا؟ هاي بقول لك ان شفت، بس لما تيجي تكرش تخيل قاعد انت بتكرش هذا مع هذا مع هذا، تمام، مع استنى بفرجيك مع هذا، هذا الازرق هاي، تخيل قاعد تكرش هذول كلهم مع بعض، مش انك تفصل قاعد عروق المسود. حد شاف المسود يا اخوان؟ اي اي قدام والله شاف، يعني تخيل تكرش قاعد مسود مع الشكل هذا مع السكسفوني. سكسفوني طبعا ما حد يقول لي تعبان، متحمم الزلمه، سيبوكم من نضلش نضل نفاول على السكاسه، ما نضلش غير هذا وطيروا برا. مطويق الحمر اثنين، انا شايف واحد ورا الشكلي، ابعد شوي، طلع الزاجل يا حبيبي معواله خوف، اي ورا الشكلي هي، هذا كل ماله بفك كتفه. طيب يا اخوان هذول الجوز الكشاكشه بدي ابيعهم، فلما شفت ما شاء الله انهم بيرموا قاعدين كشاكشه مزهورات ترددت ابيع وما ابيع، ابيع ما ابيع، بس اكتشفت اخر شيء انه لازم ابيع لان بدي اقلب الجواز. كشامر اللعبه هي ما شاء الله الاثنين، الصلاه على سيدنا محمد، والثالث ابو عين المقلوع اللي جوا لسه قيد المعالجه والانشاء. هسه راح اصبر عليهم بخليهم، وساعة المغرب بكشهم مره واحده كلهم مع بعض. هذول خلاص انا هذول ريحتهم، يعني يا دوب وقفت عليهم بعد المغرب لفتين ثلاث بالكثير. لا والله بتهوج امان، طلع سنه سنه يا اخوان المرص الاحمر هذا، انا طيره مفكره، هوج هوج هوج، استنى شوي. هسه في واحد هم اثنين، انا عندي واحد فحل 100% فصلته حطيته هناك، لانه بس هذا ما بعرف كان الصوت طالع من الابيض ولا منه، شفته بلفلف على العلاقه ولو قاعد بقلب. إيه؟ يعني شو بدكم اخنزر من هيك؟ شو بدكم اخنزر من هيك؟ صدقني يا مزهور انت يا اسود يا عاطل، انت السنه الجاي، يعني مش السنه الجاي، السنه هاي انت عدز يا هلس، اذا انا مش قادر اسيطر عليك. المرس الاحمر يا رب يكون فحل هاد تكمل معانا، بيطلع عنا صلوا على النبي يا اخوان. عندنا فحلين من المزهور الاحمر والمرس الاحمر زيه، بيطلع هذا عنا ثلاثه، وهذا اخو المزهور برضه فحل الحمد لله، هاي اربعه خمسه ستة سبعة البوز ثمانية. هذا فحل كان يهوج، صار ما تقوليش طيرة بالله عليك، وراسه ناعمة يعني من أول شاكل إنه طيرة، بس أخلف يعني على الريش بالله عليك فحل. يا وهذا أنا هذا الكشمير لسه صغير، هذا مش مطلعه برا لأنه الهلس بضله يفسد، يعني ما طلع عينه حمرا وغضب، يعني قوي وروح له كل شيء تمام، بس صاير تعود ينزل فوق البنايه، بطل ينزل على الرفصه، فعشان الفراخ الجديده ما بطلعه معهم، بلاش ايش يعود الفراخ على مفسد. هي في كلب برمح بالشارع كمان قاعد تحت، طلع عليه. شو البوز وين متخبي؟
طبعا يا اخوان هذا البوز من الكبار برضو طيره. هيك كون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله حلقتنا كانت عجباكم. شفتوا انواع الخلطه اللي كان يسالني في اسئله كثير، شو بتطعمي، شو بتعلف، شو بتخلط، شو بتسوي، يعني حاولنا يعني نبين لكم شو احنا كيف بنسوي على السطح من ناحيه اكل، من ناحيه علاجات، من ناحيه كرش، من ناحيه جرد، من ناحيه مبركه، من ناحيه مفركه بطاطا، من ناحيه اي شيء يعني. فهيك نكون وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله، احنا معكم خطوه بخطوه. لا تنسونا تعليق حلو، لايك حلو، يعطيكم ألف عافية، سلام عليكم.